مساء الخير لكم مشاهدينا. مثل ما عودناكم بحلقتنا كل مرة، إذا عرفت بتربح وإذا ما عرفت ما بتربح، فيها جوائز كتير قيمة. وهلأ مثل العادة بدنا نجرب نلاقي مشترك يشترك معنا بهالمسابقة. مرحبا أستاذ، يعطيك العافية. أهلا ألعفك. الاسم الكريم نعيم. نعيم، ما بتحب تشترك معنا إذا عرفت بتربح وإذا ما عرفت ما بتربح؟ طبعا. طيب رح أقول لك شروط المسابقة. أول شيء بسألك سؤالين. أول سؤال بتربح عليه $100 كاش إذا عرفته. تاني سؤال إذا عرفته بتربح $1000. بس إذا ما عرفت تاني سؤال بتروح عليك $100 اللي ربحتها بأول سؤال. انتبه وركز معي منيح. مش هلكم سؤال هين؟ سؤال هين كتير. يلا أوكي. السؤال هو Yes. مين هو سفير سوريا بلبنان؟ علي عبد الكريم علي. برافو، بتربح معنا $100 كاش. ألف مبروك. اجوا وقته لسه. اي لحظة ما بدك تجاوب على السؤال الثاني، واذا عرفته بتربح $1000. واذا ما عرفته بتخسر $100. يلا ان شاء الله يكون هين. ركز منيح كثير. هين. انا معك. يلا. شو اسمه السفير اللبناني بسوريا؟ انتبه ركز كثير منيح. سؤال هين كلنا بنعرف. سفير عندنا سفير بسوريا؟ طبعا عندنا سفير. ولو عندنا سفير بسوريا سامع يعني ولا مره سامع شيء عنه. ركز كثير منيح. الاسم كثير هين. عندي كم اسم براسي بس بخاف ما زدت حي ولا شيء وام ارجع اخسر المية، فمشان هيك بفضل اني ما جاوب. ما عندي فكره انه ولا بشوفه لا بعشوات لا بغدوات ولا بتصريح ولا شيء. طيب بفضل يعني انه ما تجاوب. بتفضل ما تجاوب يعني بتربح معنا $100. بس بدنا نعرف. شكرا لك. بدي اشوف شو الجواب. شكرا لك. لكن نعيم ربح معنا $100 كاش، وشكرا لك نعيم. بدنا نشوف الجواب. الله يخليكي. جواب شو؟ جواب تبع السؤال، يعني شو اسم سفيرنا بسوريا؟ ما نحن ما بنعرف شو اسم سفيرنا بسوريا، ما تفضحنا. والله لكن هيك بيطلع النص ما لا هي نص. ميرسي كثير لك. باي، يعطيك العافيه. شو اسمه؟ ايه ده عمي عندنا شو اسمه؟ في واحد بس ما بيطلع حسه.